في فرق ضخم بين التخيل والتصور، الناس مش عارفه الفرق بين الاثنين. ان انا ممكن اتخيل، كلنا بنتخيل، كل واحد فينا عنده احلام يقظه، كل واحد فينا بيتخيل انه يكون حاجه معينه، كل واحد فينا جواه عاوز يوصل لاحسن الدرجات في الحياه، ده تخيل. التصور انك تقدر تغمض عينيك وتشوف نفسك فعلا وانت ناجح، هنتكلم فيها بشويش شويه شويه عشان نقدر نوصل لمرحله، لان هنا كل حاجه لازم تحصل جواك الاول عشان تخرج للعالم الخارجي. ما فيش حاجه انت بتقولها غير لما تفكر فيها الاول، وعشان تفكر فيها موجوده في برمجتك، وده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي بالتفصيل، التخيل والتصور. قوه التخيل، لو شفت واحد زي جورج برنارد شا قال لك التخيل هو بدايه الابتكار، البرت اينشتاين قال لك التخيل اقوى من المعرفه، قال لك معقوله؟ قال لك طبعا، لان المعرفه موجوده في الماضي، لكن التخيل يجيب لك من الماضي ويوديك كمان للمستقبل. النهاردة التخيل اللي احنا بنتكلم عليه اي حاجة احنا عايشينها، سواء الموبايلات، سواء في الطب، سواء في الطيارات، سواء في السيارات، سواء في المراكب، اي حاجة في الدنيا كانت تخيل انسان في يوم من الايام، كانت حلم حد في يوم من الايام. ادي التخيل، قوة التخيل. لما تتكلم، عارفين جامعة من الجامعات، جامعة ييل في الستينات عملت بحث، خدت 12 طالب من الجامعة، طبعا اخدت اذن وموافقة اهلهم، اخدوا ال 12 طالب حطوهم في فندق وجابوا معاهم مكان اسمه بايو فيدباك. المكان ده بتتحط الاسلاك في المخ وتتوصل في مكنه بتدي ذبذبات المخ في الاربع مراحل، عشان خاطر الشخص اول ما ينام، اول ما يوصل ينام بيوصل لمرحله من المخ اسمها الالفا، يروح مصحينه. فاول ما ينام من حقه ينام، بس اول ما يبدا يحلم يصحوه. وكان ده البحث، ان من حقهم يناموا لكن مش من حقهم يحلموا. عارفين حصل ايه؟ بعد تاني يوم اضطر ان هم يلغوا هذا البحث، لان الطلبه كلهم بدون استثناء اللي جالوا احباط تام واللي جالوا اكتئاب تام، نتيجه البحث كانت ايه؟ قال لك احنا محتاجين لاحلامنا، محتاجين لاحلامنا. وانا بقول للناس في كل حته في العالم، محتاجين لاحلام اليقظه، محتاج تحلم، محتاج تفكر، محتاج تتخيل، لان هي دي الروعه. عارف انك تقعد تقول انا نفسي في حاجه، ده تخيل، انت قلتها، هي مش موجوده معاك دلوقتي، هي في المستقبل، ده التخيل، قوه التخيل. تعرف بدانا نتكلم في حكايه التخيل علميا من الستينات، في شخص اسمه إيميل كوي، الراجل ده كان دكتور، كان سويسري. إيميل كوي بدأ يعالج المرضى بتوعه بحاجة كان يقول لهم كل يوم وفي كل مكان بتحسن لأكتر وأكتر، دي التأكيدات الإيجابية، كل يوم في كل مكان بتحسن لأكتر وأكتر وأكتر. كان ممتاز تصوره نتائجه ويخليه يغمض عينيه ويتخيل إنه بيشفى. نتائجه زادت 24%، بس بسبب إن هذه الأساليب ما كانتش أكاديمية، مؤسسة الأطباء في أوروبا طردوه. طبعا بعدها بكم سنة في واحد اسمه يوحنا شولتز، الراجل ده دكتور ألماني، قال لك ثانية واحدة، ده اللي عمله إيميل كوي ده 24%، ده لو 1% ناخدها في الاعتبار، ده لازم نشوف بيعمل ايه. وأخدها وبدأ عمل لها بحث، وبدأ رح مزود عليها حاجة اسمها Creative Visualization. يعني ايه؟ يعني التصور الابتكاري وبروجريسيف ريلاكسيشن والاسترخاء المستمر عشان توصل لمرحلة الألفة من ذبذبات المخ. لما عمل كده النتائج كانت رائعة. عارفين نتيجة الشغل إيميل كوي ويوحنا شولتز؟ كان اكتشفوها الناس أيام الاتحاد السوفيتي، وكانت نتيجتها كانت ناديا خومينيتشي اتعلمت إزاي تستخدم حاجة سموها الأوتوجينكس. الأوتوجينك إزاي تزغل قدرات عقلك في أحسن حالاته وقدرات جسمك في أحسن حالاته وتوصل. كانت ناديا خومينيتشي وقتها خدت بطولة العالم في الجمباز، بعدها بكم سنة أخدوها هارلم اللي هم بتوع السلة في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان في كان انترفيو كان في CNN مع ماجيك جونسون، بيسألوه إزاي أنت وصلت المرحلة العليا من الروعة اللي أنت فيها دي؟ قال لهم أكثر من 50% من تدريباتي ذهنية، أغمض عينيا وجوايا أقيس المسافة بيني وبين السلة، بعد كده مجرد ما أفتح عيني المخ عارف فين السلة، فبتحرك من أي مكان وأحطها فينك على طول. أدي قوة الأوتوجينكس. نشوف بقى اليابانيين خدوها في الإدارة، اخدوها حطوها في الاداره، قال لك النهارده عشان اخد قرار صح لازم اغمض عينيا اوصل في مرحله الالفا، المرحله اللي ما فيهاش اي مؤثرات خارجيه والمخ فاتح لي كل المصادر الداخليه، هنا بفكر في الحل، ابص لي كل الحلول جايه لي من كل ناحيه. الاوتوجينكس استخدموها اليابانيين في اتخاذ القرار. النهارده خليني اسالك سؤال، ايه حلمك؟ يا ترى بتستخدم الحاجات دي؟ ايه اللي انت عايزه من الدنيا؟ ايه اللي انت عايزه؟ اللي انت عايزه ناوي تعمل ايه بكره؟ تاكد باستمرار اللي انت عملته النهارده وصلك لغايه المرحلة اللي انت فيها، مش هوصلك لغاية بكرة. لازم المرونة التامة، لازم القوة في التخيل الابتكاري، انك تعرف بالظبط انت عايز ايه وتشوف نفسك وانت بتحلها. عارف انك تشوف نفسك فعلا وانت بتعملها.